السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم على قناة الأخشاب. إن شاء الله خوتي وخواتاتي يجيكم واحد المعلومة اللي مهمة بزاف بزاف. إن شاء الله كما كتشوفوا أي صابون، إن شاء الله يعني كيف ولا أنتم تشوفوا شوف الصابونات اللي كيكونوا ما ساكناش الدار تكون ما ساكناش، يعني وشنو كيتعرض كتوقع واحد النشوء فيها، يعني كتكون الدار الناس بين بحثت وتلاقات لها أبحاث، لاحظوا أن الدار اللي كتكون ما ساكناش أغلبية ديال الحيوت ديالها كتقشر لهم السبابة، أي حاجة بحال كيما نقولوا كتيبس، اللي كتيبس كضيع. يعني أحسن حاجة شوف سبحان الله العظيم، الدار اللي كتكون ساكنة الهواء ديال الإنسان اللي كيكون يتنفس في الدار كيتغذى به الخشب، كيتغذى به السبابة اللي كتكون في الحيط، يعني كيتغذى بها وكيتقوى، كتكون عنده واحد القوة. إذا لاحظتوا الدار اللي كتكون ساكنة اللي كيكونوا الناس عايشين فيها والمرميطه كطير، بحال مثلا الخضره اللي كتكون طير، ديك هذاك البخور اللي كيطلع راه كيتغدى به الحيط، كيتغداو به الخشب، لان علاش انا كتلاحظوا الناس اللي كدير الخشب في الدار كتحس بالراحه، بدل باش انك دير صالون ديال البلاستيك ولا ديال الحديد ما كتحسش بالراحه. الناس علاش كدير الخشب؟ لان الخشب كيولد واحد الراحه ذاتيه، فهمتوا الاخوان؟ بعض الناس كيمشيو يخرجوا كيمشيو للغابات لان الخشب هو عنده علاقه مع الانسان، كيعطي واحد الراحه نفسيه، فهمتوا؟ الخشب انت اللي كتنفس معاه هو كيتجاوب معك، فهمت؟ يعني حتى هو كيبقى صحيح وكيدور. الدار اللي ما كيكونش فيه النفس ديال الانسان كيدور وما كتكونش المرميطه كتكون طايبه وكذا، كتلقاو اغلبيه ديال الدور كتلقاوهم كيتبوق لهم السبابه، الخشب كيضر لهم، يعني بزاف ديال العوامل. انا جبت لكم واحد الفائده اللي تستافدوا بها بزاف، اللي هي اي واحد واخا كانت ساكنه هذيك الدار الخشب ديالك ضروري انك دير واحد الخلطه ديال الزيت والليم. الليم هو الحامض، يعني الليمون الحامض، كدير الحامض مثلا زيت الزيتون النص، يعني زيت الزيتون 50% والحامض الماء ديال الحامض يكون في 100%. انا درت واحد التخليط على حساب باش نخدم هكذا نخلطها مزيان، وهذه قابله انها تبقى معاك، تقدر تضرب عليها العام عادي ماشي مشكل، كتعطي هي وما تبغي تخدم بها خلطها مزيان. ها انتم هذا الصالون انا ديجا كملنا ان شاء الله، غادي ندير لكم واحد الدوره. هذا الصالون ديجا كنت صورت لكم انا، هذا الدار هذو هما اليوم انا اللي مقابلهم قبل عليهم السالوت، غادي ندير لكم دوره هنايا باش تشوفوه، وغادي نطبق عليه اليوم والزيت ان شاء الله، وغادي تشوفوا كيفاش غادي يرجع، وان شاء الله نزيدوا نشكلوا في اللمعه ديالها. يلا تبع معايا وغادي تشوفوا، انا غادي نصور لكم درك باش تشوفوا. ها انتم كما كتشوفوا كما قلت لكم الاخوان، ها هو هذا الصالون ديجا كنت صورته لكم، واللي بغى يدخل القناه ديالي يشوف كي كنت عاد كيحطيناه، ها هو باقي هو يعني ما كانش المشاكل. ها انتم التكايه باقي هي ها هي 10 سنتيم، ها هي الورده، ها هي الطبله ديال الورده، ها هي هالي صندري، ها انتم ها الطبله ديال الورده، ما كانش كاع المشاكل. ها انتم ها انتم الاخر، هذا الصندوق، ها انتم السدادر، ها هما، وسبحان الله العظيم راه مازال ما يفرحوا به مالي، هادو راه مازال ما شافوش، راه كمل هذه شي 4 شهور ولا والله مازال ما شافوا. ها انتم التكايه درك هنايا غادي ندير له الليم والزيت باش الصباغه كتزيد كتعطي واحد القوه. انا اصلا راني داير له فيرني بروميان، يعني ما يخاف حتى شي حاجه ومصارجي، ولكن انا غادي نزيد له، وهذه الفائده بغيت نشاركها معكم باش الناس اللي اصلا ما مصارجين لهمش الصباغه هادوك يقدر بزاف ديال العوامل اللي كتبقى انه يتبدل لك اللون ديال الصالون، ما كيبقاش في اللون الاصلي ديالو بزاف، لان كتكون واحد الطبقه رقيقه، فهمت الاخوان؟ والبريو ما كيبقاش صافي كيتاثر بالجو، صافي ما كيبقاش، ها هو لاصارج هنا كيبان لكم لاصارج، شوف البريو باقي عاطي، فهمت الاخوان؟ ان شاء الله غادي نديرها، وغادي نحط لكم الرابط ديال الفيديو اللي شرحت لكم اول مره نتاع الطريقه ديال الزيت كيفاش كنخدموا كنصفيو بها هاد الكحله، ملي كنكونوا نديروا هاد الكحله عاوتاني كنصفيوها. يلا تبعوا معايا ان شاء الله، درك غادي نبدا نصفي، غادي ندير لهم كيس ميت، غادي لهم الليمو الزيت، هادي الخدمه اللي خوهم طوال هما الوراء لان هما اللي كيشدوا شويه الوقت، بحال السدادر في ساعه الفوت عليهم، هاهي نجيب واحد الكتانه تكون مرطبه، هي الليم والزيت هذه اللي نخلطها احسن حاجه. وشوف اللي عنده شي صالون وما عندوش فيه البريو
وبغى انه يرجع له يدير له البريو ولا انه يمسح كاين شي ضبابة ولا الوسخ ولا راه كتحيد الفلوس. الاخوان ها انتم تشوفوا راني ساليتهم، ها انتم كتحس بواحد شفت بي كتخطش في الخشب، كتحس بواحد الملمس رطب بحال اللي مزيتين، ولكن هي ما كتلصقلكش في الليل، هذيك الزيوت هي ما كتلصقلكش في الليل لان علاش داير معها الليمون، فهمتوا؟ ها انتم المهم راني كملتهم. يلا الاخوان نتمنى لكم تكونوا استفدتوا بهذه الحلقه هذه، والليمو الزيت راه ضروري الاخوان، اي واحد بغى ينيطواي الصالون ديالو ما ينيطوايهش بالماء ولا بهذوك لي برودوي شيمي ولا نطويه بالليمو الزيت، هذه نصيحة من عندي نعطيها لكم. هانتوما راه شوف اللون هنا راه كيبان مغلوق، ولكن هذا اللون راه نفس هذا اللون، راه هي الضو هانتوما اللون ديالها راه هو هذا، هذا هو اللون راه كيعطي الصفورية، ذهبي بحال اللي مصفر لنا درنا فيه ديك البودرة هذيك. يلا يا إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.